خديجة. صباح الخير خديجة، ومرحبا بأزرو معنا. صباح الخير لالا جليلة. كصبحتي لاباس عليكم؟ الله يسلمك لالا لاختك. كيف بخيتو؟ الحمد لله كاين شي برد. كلشي بخير. الله يسلمك لاختك. عواشر مباركة مسعودة. علينا وعليك بالصحة سنة سعيدة. علينا وعليك لالا بالصحة والسلامة. الله يبارك فيك الحبيبة. قل لي خديجة، كي داير الجو هذا الصباح في أزرو؟ كاين شي برد؟ بارد الحال. باقي ما طاحش الثلج ياك؟ لا مازال، غير البوادر ديالو ياك بدات كتوصل. كاينه الريح، بايت الريح والبرد. والله يرحمنا برحمته ويعطينا كل شيء على قد الحاجه ديالنا وقد ننفع لنا بها. قولي خديجه، اش غتقترحي علينا ضمن طبقات الصباح؟ عندي واحد الطريقه ديال المروزيه خديتها عند الوالده ديالي الله يعفو عليها. يلا تفضلي لالا، ناخذوا المروزيه. عندنا اللحم، كل واحد كل سيده وكدير يعني القياس ديالها اللي بغات. الحمد الغنمي بطبيعه الحال. طبيعة الحال كنطلقو من جوج معالق حتى لثلاثة كبار ديال المعالق ديال راس الحانوت. جوج معالق؟ ما حد شحال ما زدنا اللحم غادي نزيدو معلقة. حنا أنا كنبداو بجوج، وكيما زدنا الكمية ديال اللحم كنزيدو معلقة ديال راس الحانوت. نعم. وعندها كنز العنبة ديال الزيت، إما نخلطو إما نديرو غير مزيد المائدة. يمكن يكون مخلط، يمكن يكون غير بالديا، يمكن غادي يكون المائده بوحدو كل سيده وشنو متوفر عندها في الدار. تفضلي. والزعفران الحر. شويه ديال الزعفران الحر، ومعلقه كبيره ديال السمن. السمن. وهي كيدير الشحمه الكلوانه شخصيا ما كنديرهاش، شويه طريفه الشحمه الكلوانه اللي كيفضل يديرها. نعم. هي اختياريه. والعسل الحر. هادو المقادير اللي عندنا. العسل الحر شحال؟ 3-4 المعالق حتى هي؟ لا، العسل الحر كندير من كاس ديال العنبة حتى الكاس ونص حتى جوج الكيسان، يعني حتى باللحم اللي عندنا والقدر اللي عندنا. كاس حتى جوج الكيسان تقريبا. ديال العنبة، أييه، ونص كيلو ديال الزبيب. وواحد القبيصة ما بين سبعان ديال الملحة. نص كيلو ديال الزبيب، قبصة ديال الملحة. صافي، هادو هما المقادير اللي عندنا. ما كاينش اللوز؟ اللوز هو التالي للتزيين، عندنا اللوز للتزيين. نعم، كاين اللي كيطيب اللوز مع اللحم في المروزية. لا، كنخليه بجبيبنا بوحدو. نعم. ما حطيت كنذوق شوية ديال اللوز. تفضل لالا. المهم كناخذوا نعاودوا المقادير. الله يجازيك بخير خديجة. قلتي لنا اللحم غنمي يعني على حسب اللي متوفر، أن جوج حتى لثلاثة المعالق كبار ديال راس الحانوت على حسب كمية اللحم. كاس العنبة ديال الزيت من الأفضل يعني مخلطة، اللي بغات دير الرومية بوحديها ولا البلدية بوحديها يعني ممكن. شوية الزعفران الحر، معلقة كبيرة ديال السمن، عندنا شويه ديال الشحمه اللي هي الكلاوي اللي بغاها واللي ما بغا يستغنى عليها، راه ممكن الزيت كافيه. عندنا العسل الحر ما بين كاس حتى لجوج ديال الكيسان، نص كيلو ديال الزبيب، قبصه ديال الملحه، وشويه ديال اللوز للتزيين. صافي. المهم كنديروا شويه ديال الماء في الطاوه، وكنديروا فيه راس الحانوت والزعفران كنحكوا ما بين يدينا، وديك القريصه ديال الملحه، وكنشرملوا داك اللحم كله حتى كيتقلب داك الخليط ديال راس الحانوت وداك الزعفره وداك. نعم. كنمرقوا القد فاش غادي يطيب لنا اللحم. يعني ما نديروش بزاف المرقه. لا، غير شي شويه، لان هي ما كتكونش فيها الماء. نعم. نديروا غير الجهد فاش غادي يطيب لنا اللحم، وغادي نسدو عليها، نديروا الزيت والسمن وداك الشيء، وغادي نسدو على ديك الشحمه الكلوه اللي بغا يديرها، وغادي نسدو عليها حتى يطيب اللحم. كيطيب اللحم كنرميو الزبيب، الزبيب كنطلقو من نص كيلو، يمكن نديرو حتى كيلو، لكن عندنا الكميات، لان اش كيبقى لنا في الموزيه ديك التغميره ديالها هي الزبيب وراس الحانوت. نعم، على حسب اللحم، الكمية ديال اللحم اللي درنا. الكمية ديال اللحم، حنا كنبداو بنص كيلو، وإلا كان عندنا اللحم كثير نقدر نزيدو أكثر. كنديرو الزبيب ونعاودو نسدو شوية حتى نعرفو الزبيب راه دخلو الطياب مزيان. كنحلو الطاوة وكنهزو دوك الطريفات ديال اللحم كاملين، كنفضو من الزبيب وكلشي ونحطوهم في جانبا، ونكبو العسل. ملي كنكبوا العسل كنبقاو معريين الطاوة وكنحركوا، انما ملي كنكبوا العسل كت صافي خسرت داك الساعات من تعسلت كنحركوا باش ما تحرقش. باش ما تحرق، حتى كنشوفوا نعرفوا بان نتيقنوا بان الماء ما بقاش عندنا في الطاوة، بقات غير ديك الدميعه وديك العسيله كتغمر الطاوة. نعم. كنطفيو العافيه ونزيدوا دوك الطرف ديال اللحم، ونعاودوا نبداو نحركوهم بالمعلقه حتى يدوزوا ديك التغميره كلها، لان ملي كنرميو العسل واللحم عندنا في الطاوة كيبس لنا اللحم. نعم، اللي غنحيدوا اللحم عاد نضيفوا العسل ديالنا ونحركوا حتى نعرفوا بان ما بقاش اي الماء عندنا في الطاوه، بقات غير ديك العسيله ومع داك الزبيب وداك الشيء كيتغمر، كنشوفوا بعينين ان كتبقى غير طلع غير ديك الدميعه، كتغلي غير ديك الدميعه فيها. ديك الزويته اللي درنا. ديك الزويته اللي فيها كنرميو كنطفيو على الطاوه وكنرميو نديرو نضو ديك الطريفات ديالنا ديال اللحم،
ونحركوا الطوام ديال حتى كنعرفوا بان تصلاو بداك العناصر اللي عندنا في الطوام اللي عندنا لداخل صافي. وعند التقديم كنكبوا نديروا ديك اللويزات مقليين من الفوق. نعم. وعندي يقين اللي دار هاد الموزية غادي تعجبو. هادي الموزية ديال الفات وانا خديتها من الوالدة ديالي. الله يعطيك الصحة والله يخلي لك الوالدة. الله يبارك فيك. كان مازال الوقت نقدم لك واحد الديسير. نعم كاين الوقت للديسير. تفضلي لالا شنو عندك؟ عندنا اطرونس ديال الحليب. نعم. جوج شاصيات ديال فلو. نعم تفضلي. وجوج معالق ديال الكاكاو. وعندنا الفواكه الموجودة مثل الخوخ البنان التفاح الشدية عنب اللي واجدة لها شي حاجة في الدار. الكاكاو قلتي لنا جوج معالق. جوج معالق. جوج معالق كبار ديال الشوكولاته غبره. أيه. والفواكه اللي متوفره. اللي كاينه في الدار وباكيه ديال البسكوي. انا كاين داك البسكوي اللي كيكون وجهه في سنيده. نعم. ولا ما لقينا وجدناش راه كنديروا بسكوي عادي ما فيهش شي ماده شوكولاته شي حاجه غير بسكوي ما فيه لا ماده زبده لا والو عادي. نعم. وكريم اللي كيتباع في الباكيات في السوق. نعم. والتزيين كنديروا اما حبات ديال الكركاع او الشوكولاته محكوك. الشوكولات ولا القرقاح والتزيين. نعاودوا الطريقه ونعاودوا المقادير الا سمحتي. قلتي لنا لتر ديال الحليب. لتر ونص. لتر ونص الحليب. لتر ونص الحليب. ايه. جوج خنيشات نتاع الفلون العادي داك الفلون العادي. فاني. جوج معالق كبار ديال الكاكاو ديال الشوكولات غبره. عندنا الفواكه اللي متوفره في الدار اي فاكهه عندنا نمزجوا جوج ثلاثه حتى لهذا لا ما كاينش نوع واحد الفواكه اللي عندنا. عندنا علبه ديال البسكوي غير الكميه ديالها شحال تقريبا فيها من حبات البسكوي زيدنا تقريبا تكون 20 هكذا 20 حبه مثلا 20 حبه. عندنا الكريمه ديك اللي كتكون غبره ياك غبره اللي كتخلط بالحليب بالحليب. نعم الكريمه كريم شونتيي غبره والشوكولات او القرقع للتزيين النهائي. ايه كناخذوا السترو الاول ديال الحليب كنطيبوه وكنصوبوه به نغليوه ونكبوا عليه واحد الشاصيه ديال الفلو. شاصيه فلو سمحي لي واحد نزيدو نضيفوا لواحد جوج معالق ديال سنيده. نعم. حتى يتحضر لنا فلو نكبوه في الاناء اللي غادي نقدموا فيه هاد الطاط. ونخلي واحد الطاط قبط راسه حتى تعقد شي شويه نعطوها قبطت ونستفو فوق منها في الوجه ديالها كلها غادي نستفو النص ديال داك البسكوي اللي عندنا. يعني تبصي الاناء ديال التقديم اللي ديال التقديم غادي نصوبو هادشي كله في اناء التقديم لان ما يمكنش تقلب. وغادي نغطيو داك الوجه ديال الفلو كله بالنص ديال البسكوي اللي عندنا. نعم. وغادي ديك الفواكه كلها غنقطعوها صغيوره ونحطوها كلها نستفوها فوق الوجه ديال البسكوي. نعم حتى تصوب كلها ونعاودو نغطيو بطبقه اخرى ديال البسكوي. نعم. ونعاودو نديرو الفلو الثانيه فيها قهويه فيها الشوكولاته غبره. نعم. وحتى نكبوها على هذاك حتى تقبض راسها ونعاد نطربوا داك الكريم مع الحليب. يعني ان السيترو الحليب الاول كنديروا بالفلون عادي والسيترو الثاني بالشوكولات والفلون والثالث كنخدموا به الكريم. ملي كنديروا الفواكه ونغطيو بالبسكوي وكنخدموا داك الكريم ما كنديروش ديك الساعه حتى ساعه التقديم باش نخليوه في الثلاجه كيبرد. نعم. كنخليه في هذيك سميتو هكذاك حتى لساعه التقديم كنكبوا داك الكريم من الفوق وكاما كنزينوها بنصيصات ديال الكراع وكنقبطوا مرصيات الشوكولاته ونحكوهم من الفوق. حتى للتقديم عاد نحضروا ديك الكريمه ولا تكون محضره عندنا؟ لا تكون محضره غير تكون جالسه كتبرد في الثلاجه شحال ما بردات وعقدات كتجينا مزيانه. هي تخدم وتدخل للثلاجه تبقى وبقى داك حتى ساعه التقديم عاد كنديروا داك الكريم وكنديروا نصيصات ديال الكركاع والشوكولاته محكوك من الفوق. يعني ما غنضيفوها حتى الساعة ساعة بساعة غنديروا الفلون الأول ونسرحوا عليه النص ديال البسكوي اللي عندنا والفواكه كنضيفوا الفلون الثاني اللي فيه الشوكولات وندخلوهم يبردوا في الثلاجة ونصوبوا الكريمة ونخليوها جانبا حتى الساعة اللي نبغيو نحطوا عاد نزوقوها بديك الكريم من الفوق. تماما. الله يعطيك الصحة. شكرا خديجة بارك الله فيك. الله عليك محبيبة. الله يسلمك. لا شكرا جزيلا على مشاركتك. يوم سعيد. الله يبارك فيك أحبة. شكرا.